في حال وحوال انا كل مره نمشيو للمنطقه من مناطق الساحل الكبير ونمشيو نشوفوا الناس شنو هي احوالهم شنو هي الامور تحسنتش الوضعيه عندوش الامل الواحد ولا يحشم كي يسال السؤال بتاع الامل وهنا راجعين تو نعرفوا علاش من الاول كي نسالوا الناس نقول والله فما بوادر فما كذا يقول لك اخويا والله ما عادش عندي ما نقول نسمع المواطن هذا وهنا راجعين صعبت على الاخر على الاخر معناتها يلوجوا لرواحهم هذوما مش قاعدين يلوجوا لشعبهم شعبهم سيكن زوالي كتب معناتها خدمتنا هنا مربوطه بالخدمه نهار بنهار ولات معناتها اليوم ياخو غدو ما ياخوش وهي ماشي وان شاء الله اخويا تتبدل الوضعيه ان شاء الله صارت تحسن وكا قالوا توا حتى تلقيحه وعلى القريب في غضون يعني هكا جايين اليوم هما الاولين ساعهم خذوا هما تلقيحهم ساعه لقحوا رواحهم وبعد مازالوا تنخمموا في الشعب نتاعنا المهم هما الفائده يكونوا هما لاباس يا عين عليك في الكلمة يرحم والديك مال قالها يا أخويا قال لك الفايدة هما لباس مال الفايدة السياسيين لباس دولتنا لباس احنا الواه اشكون احنا قدام فهمتني وزرتنا ودولتنا معناها وك الناس اللي تسهر علينا ليل ونهار شكون احنا ها والله العظيم زعام كان نهار طول واحنا ننبروا وشادين فيهم وهو الدنيا غلات وهو بصل لازم عليك تاكلوا البصل انت يا مواطنة لازم عليك تتعشى لازم عليك تشري زيت الحاكم لازم عليك تشري العظم وهو جاي رمضان واستناوني عاد في الحلقات القادمه مش نحكي على قالك فما تزويد وكل وفما حاجات اتقطعت من توا هاو جايكم عاد برشا حديث كما درسيناش نطيبوا بعظم السمان في رمضان نعمل معناها تجي تعمل بريكه بعظم السمان مثلا هذا كان خلطنا عليه زاد حاجه اخرى كتجي للناس تقول والله تراه خل نحاولوا فما شويه وعود من طرف الدوله فما او فما بوادر تاع مش تحسن الامور الجواب يكون اهو وانت مصدقهم كيما دبي بعلم مش صحيح مش صحيح يا بيت تسرق لاي كان يسرق ويتفتوا في البلاد هكا لا لا تشيو مستحيل مستحيل قلت لك ظروف البيت شوفها تعبة وبطالة برشا وماشي تتعكر أكثر وأكثر والمرض يتزاد ربي قدر خير وكهو امبوسيبل مستحيل 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 ريت العشر سنين هذوما اللي عايشينهم تو نندموا عليهم بعد عشر سنين أخرين بحول الله اللي جاي أسوأ صدقني جاي أسوأ الوضع مزري أكثر ما تصور يعني هاني صاحب محل هنا وعلى ضيع الشيء حتى ترى الحقيقة يا أخويا ما هوش مش تبضع حتى شيء مش تبدل وبالعكس أني الرفيع عمال يزيد للهلاك أكثر شنو ما شنو مثلا حاجة كذا تبشر اللي فما شيء عرك ومعروك في البرلمان أكثر العباد كيفاش مساكن عايشين العباد أكثر فيها عايشين صدقني معاش خلطين على أبسط 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 حاجة ماكلتهم ما خلطوش عليها لبستهم عاش خلطين عليها ناس تتعارك مع الدنيا ما همش فاهمين حد شيء ما همش فاهمين حد شيء هاكم كيما كنتوا تشوفوا تسمعوهم امبوسيبل مستحيل حتى شيء ما يتبدل انتم مصدقهم ولكن هذايا الكل معناها نجموا نفهموه في الميزان بتاعكم قولوا يا سيدي خلينا نفهموا هذا ونفهموا هذا ولكن ساعات يفاجئك مواطن بجملة هكا عجيبة وغريبة نسمعو وانا رجعين ورعنا نمشيو وين ماشيين ماشيين احنا ديجا واقفين في بلاصتنا معنا وين ماشيين مي السياسيين هم اللي ماشيين سمعتو قال لك سيدي احنا واقفين في بلاصتنا وين عنا باش نمشي قاعدين نتفرجوا ميزان تجاري فهمتني الله أعلم به وين عاجز من غديك ما يهمناش شكون مخلص كراه شكون بطال شكون يخدم عليه شنو خاطر زادة مثلا في هذا الكل حتى الشهر ما عاش لاحق لقيت مواطن مشى معناه بالصدفة نلقاه يجبد في شهريته نسمعه وانا رجعين شهرية قدش تشد حسب تقريبا 15 جنيه 15 الاخرين كيفاش يكم بالروس انا قال قالك سيدي راني 15 نيو وال 15 الاخرين نكملهم في الروج احنا رانا حتى الروج ولا ما عادش طايقنا في البلاد يعني معناها اليوم هاوكا كل يخدم كل ما يخدمش كل بشهريته كل ما عادش لاحق الناس الكل لين باش نوصلوا من بعد كل جمله اللي كنت نقول فيها ديما نهار اللي باش يقوموا وما يلقاو حتى حد هاو مواطن اخويا مساندني نسمعوا شنو قال
وما فما شيء صالح في البلاد. شوف فيه ناس كلها مؤخرة التالي، ما لنا حتى شيء، ما شفنا شيء من البلاد، كل شيء ماشي التالي، كل شيء مؤخرة التالي، فهمني؟ قعد كان العبد أمور ما تعجبش، فما شيء يعجب في البلاد. داك تشوف فيها ناس كل هجت، ناس كل حرقت، ما قعدت عد في البلاد هذي، فهمني؟ بالرسمي وضع كارثي على الاخر، وضع كارثي كارثي. هذا الكلام انت نجم تسمعوه من اي مواطنين اليوم، لا عاد فما الابتسامه، لا عاد الفرحه. يعني الواحد ولا كما قلت لكم نعاود ديما نرجع، تسال الانسان عندكش الامل، يقول لك الامل قعدت كان هاك الغنايه نتاع ام كلثوم، انا قعدت كان غاديك الامل وناقفه. ولكن في هذا الكل ساعات نلقى زاد فما بعض المواطنين اللي هما عندهم شويه منطقيه، فما شويه واقعيه اللي محلاه كلامه، وبالحق احوجنا لناس كيما هكا، لانه توا اللي باش نبداو نحكيو فيهم البارتي الثاني هي النقطه الاخرى المضيئه في البلاد. نبداو بالمواطنه هذه اللي تقول هات نبداو برواحنا، نسمعوها. اذا كان نبداو برواحنا نصلحوا من رواحنا قبل ما نصلحوا، قبل ما نطلبوا من الدوله انها تصلح. احنا وين غلطين مثلا؟ كيفاش احنا وين تكمن الاخطاء نتاعنا؟ احنا تكمن اخطائنا فك البروفير باللي يقول انا نرى كربت خويا وما نراش كربت، يقول لك شو يقولوه انا نراك انت غلط وما نراش روحي انا غلط، وهكاك تمشي. ريتو محلاه معناها بالحق. زاده كتقول لك معناها كلي يشوف كربته وما يشوفش اخطاء غيره، معناها بالحق احنا زاده مقصرين، احنا زاده اليوم كشعب زاده مقصرين في برشا حاجات، وكناس بدات عندنا عقليه الاحباط، بدات عندنا ديما عندنا نظريه المؤامره في روسنا، ديما عندنا لا هذاك بيه هذاك عليه فلان هذا، مازالت عندنا الامور هذه اللي تخلينا ما نقدموش، لانه طول ما انه ولات اربع كراسي قاعده الناس في قهوه، الحزب الفلاني ملايين يصرفوا فيها، هذاك يخدم في ولد عمه، هذيك تحب تقتلنا، هذا واحنا معناها زادة نقعدوا كيكا نحكيو، وبينما كان مشينا خدمنا أرضنا نظفنا من عقولنا تلاهينا بصغيراتنا اللي في المدارس اللي لو أعلم بيهم في شنو قاعدين يعملوا، معناها وشفنا الأمور تو، معناها زادة ذي موضوع آخر متاع هذا الصغيرات من مدة، ونقول شدوا للغشاشر هالمواضيع اللي شادينها لك في الشارع، تبدأ تمشي تلقى واقف لك حالة معاك وما نعرفش شنو، وقدام لو قدام المدرسة قاعد لك ولا قدام ولا القراية ولا لعب، وهو شادين في الكوامن ويجريوا، ما وين ماشيين بهذا؟ بالحق يلزمنا نصلحوا من رواحنا. علاش زاد باش فما مواطن اخر يقول ايه عندي الامل، معناها برغم هذا الكل ان شاء الله الدنيا باش تحسن، نسمعوا هنا راجعين. عندي امل كيفاش الناس تتفاهم في بعضها وخويا ينحوا الخلافات نتاعهم ويخدموا على رواحهم ويحسنوا الاقتصاد ويحسنوا المعيشة متاع الناس وربي كبير، ربي كبير بالحق، ربي كبير، لأنه في الحياة هذه ما فماش شكون يسعى ويحكم ضميره إلا وينال. علاش كي نشوفوا هكا فما الناس يقول لك يا خويا على ربي والحمد لله باللي نلقاو نخدموا مسارقة كما نقولوا ناكلوا خبزتنا عارقة، معناها وربي يحرك الأسباب لين توا بربي نخليكم مع هاو شبابنا، هاو الكلام اللي نستناه، يعني مش نخسلكم شوية ولكن نخليكم تتفرجوا فيهم وقت اللي يقول نجيبوها بالذراع، نجيبوها بذراعنا، ما نستناو حتى حد باش يعطينا، نسعى وما نستناو حتى حد لأنه زايد. اليوم كي تلقى الشاب من أصحاب الشهائد معناها إنسان قرأ وحلم في 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 الكلية خذ الشهادة، يقول رانا أون سادابت مع الوضع، عليه لأنه اختصاص اللي قرأه حاجة نلقوه، هي المهن كلها شريفة، يعني في المرمى يخدم يقول لك لا نمشي باش نلقى ونعيش وما نقفش ولين تتحرك الدنيا. هاو الناس اللي لازمنا نقتديو بهم، وما نقولوش لا ما ها قرأ ما كذا، يلزم في العقل هاي الناس وهاو الكلام وهاو الشباب اللي نحب نسمعوه ديما، نخليكم معاهم وهنا راجعين. والله بالنسبه للامل في الدوله مثلا احنا رانا هكا تشوف نجيبوها بالذراع وباليد، ما على بالناش لا بالدوله لاش باش تعطينا لا ما تعطيناش، فهمت؟ بقينا عمل على روحك. الامل 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 واحد ديما في روحه قبل كل شيء، فهمت؟ والله المسهل الله مستعان. عايشك اخويا، ربي يعينك. عايشك انا او محلاك الراو شبابنا يخدم اخويا وما يقولش هو ما فما حد شيء. لا احنا بوليرولك هيك نخدموا كل شيء، وصحاب شهاده عليا ونعمل جرافيك ونعمل فوتوغرافي وعامل ميكانيك في الفاك، فكاو لازم الواحد يعمل نصادفت مع الوضع. انا عجبتني كلمه سمعتها من بكري، يقول راه نعملوا على ذراعنا ما نقعدوش عاملين على حتى حد، راه محلاه هيك. لا في الدنيا هذه ما يعطيك حد، راه
يخطاك ذراك لازمك ما تقفش لازمك تنصدفت مع لي كونديسيون الكل وكا وان شاء الله البلاد ترجع ترجع الماكينه تدور وترجع الخدم وكا